والله هي آراء شخصية طبعا، بيقوم بيها كل شخصية بتحضر. يعني لا مناص من التحالفات، لا مناص، إنما صحيح يعني الأمل إنه كله يأكل من طبق واحد، القطاع المدني كله لما ينزل يتحالف كله في قوائم واحدة، يحصل تنسيق في الدوائر عشان ما حدش ينافس حد. هل ممكن ده يحصل؟ أنا متهيألي إنه ممكن، ممكن، إنما قد تحدث في مكان ولا تحدث في مكان، إنما بقدر المكان ممكن. التحالفات والتفاهمات اللي بتتم هي في مجموعات، لغاية دلوقتي بنحاول كل يتوفق مع بعضه، يعني تحالف السيد عمرو موسى، حزب الوفد، والتحالف اللي عمله مع بعض الأحزاب، محاولات الحركة الوطنية وإنها تعمل تحالف، مجموعات متناسرة. يعني نتمنى إن الفترة الجاية القصيرة جدا والحرجة جدا إنه الأحزاب تقدر تكون تحالف، أو على الأكثر تحالفين يقدروا يشتغلوا.